وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أوضح السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية بجامعة الدول العربية أهداف النظام القطري من وراء تقويض أمن واستقرار الصومال. هو النظام القطري استغل انقسام دولة الصومال التي كنا نعرفها في العالم العربي إلى دويلات، يعني مقديشيو توجد الصومالاند وفي بونتلاند وغير ذلك من الدويلات. استغلت حاجة هذه الأنظمة إلى بعض المساعدات فتغلغلت فيها. بعض هذه الدويلات صدت المحاولات القطرية، ولكن الحكومة الصومالية الحالية تجاوبت مع المساعي مع المحاولات القطرية، زودتها بالسلاح كما ذكرتم في مداخلات الخارجية. فإن المخابرات الصومالية تحاول تهريب هذه الأسلحة إلى منطقة شرق أفريقيا واستغلالها في قلقلة أنظمة الحكم هناك. أيضا للمفرقة، فإن قطر تقوم بإقامة صالات مع جماعة الشباب الصومالية المتطرفة لكي تشجعها على قتل المزيد من أفراد الشعب الصومالي، بل والحكومة الصومالية التي تدعي أنها متحالفة معها. فهناك انتهازية كبيرة في الموقف القطري.